بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا دايرة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وهي عبارة عن لايت ديتكتور، يعني كاشف للضوء. والدايرة اللي معانا النهاردة وهي بتتكون من اي سي 3 5 و ال دي ار اللي هو ده 2N5 3 7 ومقام R1 2.2 كيلو وR2 100 كيلو وR3 4.7 كيلو والمكثف C1 22 نانو فراد وC2 100 مايكرو فراد لحد 10 فولت وسبيكر وبطارية 9 فولت. وهي طبعا الدايرة اللي قدامنا ديت عبارة عن دايرة بسيطة جدا. أول ما يسقط الضوء هنا بيبدأ ده بيدي أمر للاي سي اللي معانا، فتدينا صوت او بزر على السماعه دي، وهو ده الاستخدام اللي احنا هنستخدمه. نحاول نجربها كده الاول. ادي البطاريه معانا 9 فولت، هي بتشتغل ممكن اقل من 9 فولت كمان، بس افضل اداء ليها 9 فولت. ادي المخطط بتاعها، ادي الاي سي 3 5، وعندنا هنا المكثف C1 C2 100 مايكرو فراد، ده طلع على السبيكر، والاي ال C2 22 نانو فراد، وهنا معانا R2 100 كيلو، R1 22 كيلو، و الار 3 4.7 اللي هي دي، وده سويتش، وديت المقاومة الضوئية بتاعتنا. واحنا بقى هنحاول نستخدمها النهاردة استخدام المختلف اللي احنا هنستخدمها من اجله، هي كمحس. هحب الاول اوضح معلومة بسيطة جدا، ان الضوء بيجي لنا من الشمس في حدود 8 دقائق ضوئية، ان المسافة بيننا وبين الشمس تقريبا 8 دقائق و9 ثواني ضوئية، لان المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر تقريبا. يعني معنى ده ان الضوء بيجي لنا قبل شروق الشمس، لان هو بيجي لنا في مسافة 8 دقائق وصولا من الشمس لحد ما يجي لنا هنا. يعني احنا بنبقى لما نشوف الشمس فده معناها اللي احنا شايفينها في الماضي من 8 دقائق فاتوا، وده اللي هيخلينا نستخدم الدايرة ديت كمحس للضوء، وبالتالي هي هتشعر بالضوء قبل شروق الشمس، وبالتالي هنحاول ديت هتحاول تصحينا اللي احنا نصلي الصبح قبل الشروق. وهو يفضل طبعا ان احنا نصلي الفجر في وقته، ولكن ده برضو وقت الفجر لكن قبل الشروق، وبالتالي احنا هنقدر نصحى نصلي الفجر ومش هتفوتنا صلاة الفجر قبل الشروق، وهنحاول نصحى بوقت كافي، لان تقريبا هيبقى فيه في حدود يعني ربع ساعة او 16 دقيقة لو احنا حسبناها بالظبط لما تجربوها معايا. مميزاتها طبعا انها مش محتاجة طبعا ان انت تظبط منبه او انت تقوم ليها، لان هي مش معتمدة اصلا، ملهاش علاقة بالدقايق ديت، علاقة بالضوء. اول ما الضوء يجي عليها في وقت غير فجر، وقت الفجر قصدي وقت الشروق، مش هيبقى مرتبطين بوقت معين. ارجو ان تكون الدايرة النهاردة نالت اعجابكم، ولو عجبتكم الفيديو اعملوا لايك وشير وطبعا سبسكرايب واكتبوا لنا تعليق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدي وأدخله فسيح جناتك.